باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعاً. أيها الإخوة والأخوات، لنندم على خطايانا فنكون أهلاً للاشتراك في الأسرار المقدسة. أنا أعترف لله ولكم أيها الإخوة لأني خطئت كثيراً بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة جداً. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا، ليرحمنا الله القدير وليغفر لنا زلاتنا ويبلغنا إلى الحياة الأبدية. Oh,
أنت وحدك القدوس، أنت وحدك الرب، أنت وحدك العلي، يا يسوع المسيح مع الروح القدوس في مجد الله. صلي. اللهم يا من جعلت لنا من الأسرة المقدسة قدوة صالحة، هب لأسرنا المسيحية أن تتحلى مثلها بالفضائل البيتية وتترسخ على قواعد المحبة الحقيقية، فنجتمع يوما في بيتك السماوي ونحظى بالثواب الأبدي بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين. القراءة الأولى قراءة من سفر يشوع بن سيراخ. إن الرب قد أكرم الآب في الأولاد وأثبت حكم الأم في البنين، من أكرم أباه فإنه يكفر خطاياه ويمتنع عنها ويستجاب له في صلاة كل يوم، ومن احترم أمه فهو كمدخر الكنوز. من أكرم أباه سر بأولاده وفي يوم صلاته يستجاب له، من احترم أباه طالت أيامه، ومن أطاع أباه أراح أمه. يا بني أعن أباك في شيخوخته ولا تحزنه في حياته، وإن ضعف عقله فاعذر ولا تهنه وأنت في وفور قوتك، فإن الرحمة للوالد لا تنسى، وباحتمالك هفوات أمك تجزى خيراً، وعلى برك يبنى لك بيت. كلام الرب. المزمور الردة. طوبى لمن يتقي الرب. طوبى لكل من يتقي الرب، لمن يسلك سبله، إنك ستأكل من تعب يديك ويحل الرغد والرخاء لديك. تكون زوجتك مثل كرمة مثمرة في أرجاء بيتك، وبنوك مثل غراس زيتون حول مائدتك. هكذا تحل البركة على من يتقي المولى. باركك الرب من صهيون لترى نعيم أورشليم طوال أيام حياتك. القراءة الثانية قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل قولوسي. أيها الإخوة، أنتم الذين اختارهم الله فقدسهم وأحبهم، البسوا عواطف الحنان واللطف والتواضع والوداعة والصبر، احتملوا بعضكم بعضا واصفحوا بعضكم عن بعض، إذا كانت لأحد شكوى من الآخر فكما صفح عنكم الرب اصفحوا أنتم أيضا، والبسوا فوق ذلك كله ثوب المحبة فإنها رباط الكمال، وليسد قلوبكم سلام المسيح، ذاك السلام الذي إليه دعيتم لتصيروا جسدا واحدا وكونوا شاكرين.
لينزل فيكم كلام المسيح وافراً، لتعلموا بعضكم بعضاً، وتتبادلوا النصيحة بكل حكمة. رتلوا لله من صميم قلوبكم شاكرين بمزامير وتسابيح وأناشيد روحية. ومهما يكن لكم من قول أو فعل، فليكن باسم الرب يسوع تحمدون به الله الآب. أيتها النساء، أخضعنا لأزواجكن كما يجب في الرب. أيها الرجال، أحبوا نساءكم ولا تكونوا قساطا عليهم. أيها البنون، أطيعوا والديكم في كل أمر، فذاك ما يرضي الرب. أيها الآباء، لا تغيظوا أبناءكم لئلا تضعف عزيمتهم. كلام الرب. من بشارة القديس متى الإنجيل الباشير. المجد لك يا رب المجد لك. بعد أن انصرف المجوس، تراءى ملاك الرب ليوسف في الحلم وقال له: قم فخذ الطفل وأمه واهرب إلى مصر، وأقم هناك حتى أعلمك، لأن هيرودس سيبحث عن الطفل ليهلك. فقام فأخذ الطفل وأمه ليلاً ولجأ إلى مصر، فقام هناك إلى أن توفي هيرودس، ليتم ما قال الرب على لسان النبي: من مصر دعوت ابني. وما إن توفي هيرودس حتى تراءى ملاك الرب في الحلم ليوسف في مصر وقال له: قم فخذ الطفل وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل، فقد مات من كان يريد إهلاك الطفل. فقام فأخذ الطفل وأمه ودخل أرضه إسرائيل. لكنه سمع أن أرخيلاوس خلف أباه هيرودس على اليهودية، فخاف أن يذهب إليها،
فأوحى إليه في الحلم فلجأ إلى ناحية الجليل، وجاء إلى مدينة يقال لها الناصرة فسكن فيها ليتم ما قال على لسان الأنبياء إنه يدعى ناصريا. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الآباء الأعزاء، الأخوات الراهبات الفاضلات، أيها الإخوة والأخوات، نفرح اليوم ونصلي ونحتفل بمناسبة سعيدة، مرور 125 عاماً على تأسيس إقليم الراهبات السارزيات في الشرق. يخيم على هذا الاحتفال صورة دون بوسكو وروحانية دون بوسكو، روحانية تبناها عشرات الآلاف من الرهبان والراهبات، ومنهم أنتن الحاضرات هنا هذا المساء. من الجمل الشهيرة لدون بوسكو والتي تلخص روحانيته وأولوياته في العمل الرعوي خصوصاً مع الشباب، جملة باللاتينية: داميكي أنيماس تشيترا تولي، وترجمتها: أعطيني النفوس وخذ الباقي. وبتعبير عصري نقول: أعطني ما هو مهم وخذ ما هو ثانوي. هذه الجملة هي فحص ضمير لنا جميعاً، ليس فقط للراهبات السالزيات، فحص ضمير حول ما هو مهم أو أساسي وما هو ثانوي. نلاحظ في حياتنا اليومية أن الأمور الثانوية تأخذ معظم وقتنا، وذلك على حساب ما هو أهم وما هو مهم وما هو أساسي، وغالباً ما يكون ذلك عن غير وعي. السؤال إذن هو: ما هو الأساسي؟ ما هو تعريف الأساسي؟ وما هو تعريف الثانوي؟ أولاً في حياة الكنيسة، ثانياً في المدارس، ثالثاً في العمل الرعوي والاجتماعي. الأساسي في حياة الكنيسة هو أن تكون شاهدة في المكان والزمان الذي وضعها الله فيها للإيمان ولمحبة الله ورحمة الله تجاه جميع البشر. الأساسي هو العمل على خلاص النفوس وتجنب الحكم على الإنسان، أي إنسان، لأن كرامة الإنسان آتية من كرامة الله الذي خلقه على صورته ومثاله. هذا هو الأساسي المهم، وكل ما هو عدا ذلك فهو ثانوي: البناء والتصليحات وقاعات الرعية وحفلات الرعية والتجمعات والاجتماعية إلى آخره، هذا ثانوي. ثم في المدارس المسيحية، ما هو المهم؟ المهم هو تربية جيل جديد من المواطنين الملتزمين بوطنهم وبإيمانهم وبالقيم الدينية الصحيحة، والعاملين على خلق مجتمع منفتح وتعددي يقبل الآخر ويحترم الآخر. هذا هو الأساسي، وكل ما هو عدا ذلك فهو ثانوي: عدد الطلاب، نسبة النجاح، الربح المادي،
النشاطات اللامنهجية، كل ذلك يأتي بعد ما هو جوهري وأساسي. أخيراً، ما هو الأساسي في عملنا الرعوي والاجتماعي في الرعاية؟ الأساسي هو الشهادة لوجه الله الرحيم محب البشر، هو البحث عن المؤمنين الأباعد على مثال الراعي الصالح الذي ترك 99 في البرية وذهب يبحث عن الخروف الضال ليخلصه. الأساس هو الاعتناء بالشبيبة العزيزة على قلب دون بوسكو ومرافقة هذه الشبيبة وزرع قيم الإنجيل فيها وتفهم مشاكلها وعدم الحكم عليها. هذا هو الأساس، وكل ما هو عدا ذلك فهو ثانوي. الأعداد والرحلات والسهرات والميزانيات الشبيبة والكشاف والعائلة الشابة وخدام ريكل إلى آخره، ثانوي. هذا ما اختاره دون بوسكو مبدأً لحياته ولعمله، وهو الخيار الأفضل. ولأنه الخيار الأفضل أعطى وما زال يعطي الكثير من الثمر. المطلوب منا جميعاً اليوم هو أن نقوم بنفس الخيار كي نعطي ثمراً نحن أيضاً. والثمر لا يأتي إلا بالعمل الجاد والدؤوب، والعمل الجاد والدؤوب يفترض ثلاثة أمور: العقل البارد كي يدرس ويخطط، والقلب المتقد كي يحب العمل ويعطي أوامره إلى الإرادة، والأيادي النشيطة العاملة التي تقوم بما خطط له العقل وأحبه القلب. إذن عقل بارد، قلب متقد، أيادي نشيطة، عندئذ يأتي الثمر. لقد كرس دون بوسكو كل حياته وطاقاته لهذا الهدف، وضع عقله وفكره وطاقاته وحياته كلها في سبيل هذا الهدف، ونحن علينا أن نسير في نفس الطريق. وإن ضعفنا أو تعبنا أو قل حماسنا أو فترت محبتنا، فنطلب شفاعة دون بوسكو كي يضخ فينا شحنة من الفكر والقلب والنشاط. وفي النهاية، أود باسم الكنيسة في الأردن والشرق أن أشكر إقليم راهبات السالزيانيات في الشرق الأوسط على وجودهن في الأردن وفي كنيسة الأردن. أشكرهن على بيتهن المضياف في جبل الويبدي، وعلى العمل الرعوي الذي يقومن به مع الإخوة الوافدين من العراق الجريح، كما أشكرهن على قبولهن الخدمة الرعوية في رعية جبل الويبدة، رعية البشارة. وأخيراً ليس آخراً، أشكرهن على قبولهن فتح بيت آخر في مركز سيد السلام، المركز الذي يمر به مئات الشباب والشابات خلال السنة. وهل من رفيق للشبيبة أفضل من الراهبات اللواتي يعتبرن أن الاهتمام بالشباب والتواجد بينهم هو رسالتهن وهو إرادة الله عليهن. مبروك أخواتي الراهبات، بارك الله فيكن وفي عملكن، آمين. نؤمن بإله واحد.
أيها الإخوة الأحباء، فيما نحتفل اليوم بعيد الأسرة المقدسة لنبتهل إلى الله الآب القادر على كل شيء، الذي جمعنا بالروح القدس في إيمان واحد كي يفيض علينا أجمعين مراحمه ونعمه السماوية بابنه الوحيد ربنا يسوع المسيح. مع ذكرنا قداسة البابا فرانسيس، نصلي من أجل سيادة المطران مارون لحام، ومن أجل المونسينيور روبرتو كونا، والأب أليخاندرو ممثل الرئيس الإقليمي للسالزيان، ومن أجل جميع الكهنة الحاضرين هنا والشمامسة والرهبان والراهبات الموجودين معنا، لكيما بثباتهم يرعوا شعبك بحسب كلمتك. إلى الرب نطلب. من أجل الرئيسة العامة لراهبات السالزيان الأم إيفون رينغوات ومستشاراتها، والرئيسة الإقليمية الأخت لينا أبو نعوم، وجميع من يعضدنها في إدارة الشرق، لكيما يصغينا جميعهن لحكمة الروح القدس ويثبتنا الروحانية السالزيانية ورسالتها التربوية الشمولية. إلى الرب نطلب. من أجل آلافات الراهبات السالزيان المنتشرات في الأقطاب الأربع، ليكن يوبيل 140 لجميع إرسالياتنا في العالم مناسبة للتجدد وعلامة حية لمحبة وخلاص الشباب. إلى الرب نطلب. من أجل الشبيبة في جميع أديارنا ورعايانا، خاصة الحاضرين بيننا، لكي يعرفوك أنت الإله الحي ويسمعوا نداءك، مجاناً أخذتم مجاناً أعطوا، فيبذلوا ما لديهم في خدمة القريب. إلى الرب نطلب. من أجل جميع المرسلين معنا في الخدمة والتربية في مؤسساتنا، من هيئات تعليمية ومربين، معاونين، أطباء وممرضين، منشطين ومحسنين، عمالاً وشبيبة، متطوعين من أفراد وعائلات، ليكونوا قلباً واحداً في العمل بمجانية وإخلاص. إلى الرب نطلب. من أجل الأردن وملكها المعظم، لكي يثبت سلامك فيها وتتقدس بدم شهداء الأمس واليوم، ولتبقى جامعة بيننا على اختلاف انتماءاتنا الشرق أوسطية. إلى الرب نطلب. من أجل كل من عمل معنا من قريب أو بعيد على إنجاح وتحضير هذا الاحتفال، باركهم بفيض نعمك. إلى الرب نطلب. من أجل موتانا من الراهبات والعلمانيين الذين رسموا تاريخ شرقنا السالزياني وموتى جميعنا نحن الحاضرين هنا، نسألك يا أبانا أن تنعم عليهم برؤية نور وجهك البهي. إلى الرب نطلب. اللهم ملجأنا وقوتنا يا مصدر العطف والحنان، التفت إلى تضرعات كنيستك لكي ننال حقا ما طلبناه واثقين بالمسيح ربنا. أيقونة العائلة المقدسة. نقدم لك يا رب الأيقونة الرمز لإقليم شرقنا الأوسط، إقليم يسوع الشاب. اجعل من عائلتنا السالزيانية من رهبان، راهبات، علمانيين شركاء الرسالة، معاونين، مربين وشبيبة، مثالاً حياً للعائلة المقدسة كلية الجمال في الحب والوحدة والأمانة، ولتزدهر بيننا الفضائل والقيم الإنسانية والمسيحية. الكتاب المقدس ورمز الإرسال المسيحي. اذهبوا في الأرض كلها
وأعلن البشارة إلى الخلق أجمعين. انطلقت راهباتنا منذ البدء في إرسالية نحو الشرق، فكانت واستمرت عائلتنا السالزيانية حتى يومنا. أطلقنا من جديد مرسلين لنشر كلمتك نوراً للأمم وبشرة سارة. الجيتار. يؤكد أمير التربية دون بوسكو في قلب كل شاب وإن لفه الشقاء وتر حساس يرن للخير، اكتشف هذا الوتر الحساس واعزف عليه، ليعزف كل مرب ومربية في عالمنا على أوتار الخير والطاقات الإيجابية التي تملأ قلوب الشبيبة فيرفعونها ألحاناً عذبة على مذابح الرب. الكرة الأرضية. امتلأت الأرض من كاريزما دون بوسكو وماريا ماتزاريلو، وعمت المسكونة من روح الأسلوب التربوي الوقائي الذي آمن بالشباب ووثق بطاقتهم. عزز يا رب وحدتنا السالزيانية على اختلاف جنسياتنا ولغاتنا وتقاليدنا، ولكن قوة عالمية تشهد للوحدة في قلب الكنيسة النابض للخير. أغصان الزيتون مع الأعلام. كباراً وصغاراً، نساءً ورجالاً، نصرخ إليك يا رب، أعطنا سلامك، سلاماً يداوي جراحنا، سلاماً ننشد به مع ملائكتك، المجد لله في العلا، وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسرة. الخبز والخمر. ليكن قربانك اليوم على هذا المذبح عربون قداسة لجميعنا نحن المشاركين، وصوتاً يعترف به عليك كل شاب وشابة، أنت الإله الحاضر المحجوب القوي المتواضع، فيتجند لبناء ملكوتك بمجانية مؤازرين المؤمنين ذوات الإرادات الطيبة. ترتيل صفحة 264. 264. ليلة الميلاد عطشانك سما نكون في الميلاد، عندما نكسع الريان ثوب حب نكون في الميلاد، عندما نكفكف الدموع في العيون نكون في الميلاد، عندما نفرش القلوب بالرجاء نكون في الميلاد. ليلة الميلاد يوم محى البدو، ليلة الميلاد تزهر الأرض، ليلة الميلاد تثمن الحرب،
أقبل رفيقي دون غش أكون في الميلاد عندما تموت في روح الانتقام أكون في الميلاد عندما يرمد في قلبي الجفاء أكون في الميلاد عندما تذوب نفسي في كيان الله أكون في الميلاد ليلة الميلاد يوم محى البغض ليلة الميلاد تزهر الأرض ليلة الميلاد القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. ليقبل الرب الذبيحة من يديه لمدح اسمه وتمجيده ولمنفعتنا ولخير الكنيسة المقدسة وأسرها. نقدم لك يا رب قربان الخلاص هذا، ونتضرع إليك بشفاعة البتول والدة الإله والقديس يوسف البار، فثبت أسرنا على نعمتك وسلامك الدائم بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. ومع روحك. نرفع قلوبنا إلى العلا. نشكر الرب إلهنا. ذلك حق وعدل. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي بالمسيح ربنا. ففي سر هذا العيد المجيد كلمة الله الذي لا يرى قد ظهر إنساناً يرى مثلنا، والمولود قبل كل الدهور جاء وسكن بيننا وقد تم الزمان، حتى إذا جذب إليه كل ما سقط جدد الكون كله وعاد بالإنسان الهالك إلى دار الملكوت السماوي. وإننا مع جميع الملائكة العلى بحمدك يا رب نسبح في فرح وسرور قائلين قدوس 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 إنك لقدوس أيها الآب، وبصواب تسبحك الخليقة التي أبدعتها، لأنك بابنك يسوع المسيح ربنا وبقوة الروح القدس تحيي وتقدس كل شيء، ولا تبرح تجمع أبنائك من حولك ليقربوا لاسمك تقدمة طاهرة من مشرق الشمس إلى مغربها. نسألك إذا المضرعين أيها الآب أن تقدس بذاك الروح عينه هذه القرابين التي أتيناك بها فتتحول إلى جسد وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا الذي أوصانا بأن نقيم هذه الأسرار المقدسة. فهو في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزاً فشكر وبارك ثم كسر وناول تلاميذه قائلاً خذوا فكلوا من هذا كلكم هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم.
كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. لذلك أيها الآب، فيما نحيي الآن ذكرى آلام ابنك لخلاصنا وذكرى قيامته العجيبة وصعوده إلى السماء منتظرين مجيئه الثاني، نقدم لك شاكرين هذه الذبيحة الحية المقدسة. اللهم انظر إلى قربان كنيستك كما نظرت إلى الذبيحة التي شئت أن تسترضى بها، وأنعم علينا نحن الذين نتغذى بجسد ابنك ودمه بأن نمتلئ بروحه القدوس فنكون جسداً واحداً وقلباً واحداً في المسيح. ليجعل منا الروح القدس تقدمة لك كاملة أبدية، فيكون ميراثنا مع مختاريك، مع القديسة مريم البتول والدة الإله، ومع القديس يوسف خطيبها العفيف، ورسلك الأبرار وشهدائك الأمجاد، ومع القديس يوحنا بوسكو شفيعنا وسائر القديسين، فنحن على ثقة بأن شفاعتهم لديك ستكون لنا عونا في كل حين. اللهم نسألك أن يعود قربان مصالحتنا هذا على العالم أجمع بالسلام والخلاص، وأن تثبت على الإيمان والمحبة كنيستك في مسيرتها نحو السماء مع خادمك حبرنا الأعظم البابا فرانسيس وأسقفنا بيير باتيستا وسائر الأساقفة والإكليروس وراهباتنا والشعب الذي اقتنيته. استجب متحننا طلبات أستاذك هادي التي شئت أن تمتلئ أمام جلالك، واجمع أيها الآب العطوف شتات أبنائك من الأرض كلها. ارحم إخوتنا الراقدين وجميع الذين انتقلوا من هذا العالم في سلامك، اقبلهم في الملكوت حيث نرجو أن نتمتع معهم بمجدك إلى الأبد بالمسيح ربنا الذي به تجود على العالم بالخيرات كلها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. آمين. وإننا امتثالاً لوصية المخلص واستناداً إلى تعليمه الإلهي نشكر ونقول: Thank you.
نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنح السلام في أيامنا، اعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمن كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك السلام أستودعكم سلام يمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما. بمحبة المسيح لنتبادل السلام. حامل خطايا العالم، طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. ترتيل صفحة 259 259 يا بيت لحم القدس سما قدر لك
حتى السماء فيك الإله تجسما متنسا من مريم. هو من يحيى النفوس ولاسمه تحنى الروس وإليه قد صار المجوس والنجم كان المعلم. وَاقْنَ عَذَابَ جَهَنَّمَ.
عبادك يا ربي تكبر المحبة تنمح الخطايا بكل الدنيا وبتضوي ليالينا فيها خوف وعتم وبتشرق علينا شمسك المحبة ميلادك يا ربي الأطفال اللي ناموا بيحلموا بهدي ببالهم غنية وأجراس وآيات أعطيهم سلامك حنانك عيدي وتبارك كل عيالنا بيوتنا وأعمالنا بميلادك يا ربي ضوّى الدنيا. لنصلي. أيها الإله القدوس، أنت رؤوف رحيم بالذين تزودهم من المائدة السماوية، فأعطنا أن نسير دائما على مثال أسرة الناصرة المجيدة، فنحظى في جوارها بعد انقضاء هذا الدهر بالسعادة الأبدية بالمسيح ربنا. سيادة المطران مارون لحام، اتشيلينسا مونسينيور روبرتو كوتا، رئيس الدير وكلية تيرا سانتا الأب فراس حجازين، أمانة عامة شبيبة الهيئة العامة للكشاف، شبيبة وكشافة الروم الكاثوليك، جوقة صوت البشارة، فرقة خدام هيكل سيدة البشارة، إدارة موقع أبونا وإدارة فضائية نورسات. أمام يسوع وسر حضوره العظيم بيننا والذي اجتمعنا به وله، أعيدكم جميعاً في عيد العائلة المقدسة، عيد إقليم شرقنا الأوسطي، إقليم يسوع الشاب. قلنا بالورقة كمان يسوع المراهق بحسب الترجمة الإيطالية. هذا العيد أردناه لنا كراهبات ساليزيان عيداً للشكر. ما أجمل أن نجمع معاً انطلاقة يوبيلنا 125 لحضورنا في الشرق الأوسط مع عيد الشكر الذي أراده في تقليدنا الرهباني مؤسسنا القديس يوحنا بوسكو. نشكر بصلاتنا وبتجدد التزاماتنا الرهبانية والرسولية عطايا الله لنا، ونشكر كل أصدقائنا والمحسنين إلينا وهيئاتنا التعليمية والعاملين معنا ومعاونين الساليزيان والاتحادات الفاعلة في بيوتنا وجميع العائلات الرهبانية الداعمة لنا والهيئات السياسية والمدنية المؤازرة والعاضدة لرسالتنا. نشكر أطباءنا وممرضينا في دمشق الجريحة والأبية. نشكر كل قريب وكل بعيد غمرنا بمحبته ومد لنا يد العون كي نبقى أوفياء وأقوياء في رسالتنا التربوية. ونشكر جميع الرهبانات، رهبان وراهبات حاضرين بيننا، وجميعكم أيها الإخوة والأخوات، شبيبة صغاراً وكباراً. الشكر لكم جميعاً آبائنا وإخواتنا وأخواتنا وشبيبتنا الحاضرة هنا بيننا، شهود على انطلاقة يوبيلنا المبارك بكم وبصلاتكم.
نشكر الأردن الحبيب الذي استضافنا وجمعنا وفتح لنا أبواب خيره، ونحن لهذه الأرض مخلصين بمؤازرة شعبه لا سيما الشباب الصاعد. حضوركم هو العيد، مشاركتكم فرحة كبيرة لنا، فخر يعزز انتماءنا لبعضنا البعض في هذه الكنيسة الجامعة المقدسة والفاعلة في خدمة البشارة. أخص بالذكر في شكرنا الكبير إخوتنا آباءنا الفرنسيسكان الذين فتحوا لنا قلوبهم وصرحهم الثقافي الكريم كي يتم احتفالنا. تاريخنا معكم آباءنا طويل، ونشهد لحسن متابعتكم. أخص بالشكر الأب رشيد مستريح الحاضر بغيرته ونجاحاته واتزانه الكهنوتي. بعد هذا التاريخ تتعزز أكثر صداقتنا الروحية، ومعك حضرة الأب فراس رئيس الدير تستمر المسيرة، وندعو لكم بالتوفيق في رسالتكم الجديدة. أشكر جميع من عملوا معنا ونظموا احتفالنا، وعلى رأسهم كاهن رعيتنا الأب بطرس حجازين، ومرشد الشبيبة الأب وسام منصور، والشماس والقائد رمزي، وجميع مسؤولي فعاليات الشبيبة والكشافة. اسمحوا لي أن أذكر بشكل خاص أحد أبنائنا في الروحانية السليزيانية القائد بشار معشر، الذي مشواري أنا الشخصي معه طويل في التعاون والعمل الرسولي. أنتم اليوم تشاركوننا هذا الحدث التاريخي من وجودنا في الشرق 125 عاماً على رسالتنا. أنتم شهود على ما يحمله لنا هذا اليوبيل من التزام في التجدد في الإيمان والعزم على المضي في الرسالة لزرع روح القداسة في أنفس الشباب الشرقي الذي يحتاج لبطولات المسيح المتجسد، مسيحنا الذي لم يهاب الرياح المعاكسة، المناضل لبناء أسرة إنسانية متعافية متماسكة متضامنة مجاهدة في محبة الله والقريب. نحن على مختلف عائلاتنا الرهبانية والعلمانية التي تعدت 30 المنتشرة في كل أقصاع الأرض وانتشرت في أكثر من 100 دولة، وجدت في شرقنا من سنة 1891 وجدت أرضاً خصبة للعمل. امتدادنا بدأ في فلسطين إلى مصر ثم سوريا ولبنان والأردن الحبيب. حلمنا في الغد القريب هو العراق، حيث إخوتنا في الإيمان يحتاجون لنا، لأن وجود راهبتين عراقيتين بيننا يجعل تطلعاتنا تمتد حتى هذه الأرض المقدسة المتألمة والأولى في تاريخ لقاء الله بخليقته. يا للعجب، في قراءتي لتاريخنا وجدت أن راهباتنا المرسلات الأجنبيات عبرن البحر المتوسط من مرفأ مارسيليا في إيطاليا، وقبل وصولهن إلى مرفأ حيفا ومنها إلى بيت لحم رست سفينتهم في بيروت، إذ إن قسطاً من الراحة كان لابد لهن. فليت الزمن يعود يوماً بسلامه، بانفتاح حدود دولنا، بالتآخي، بالتواصل بين جنسياتنا العربية المتنوعة وبين تنوعنا الثقافي والحضاري. نحن اليوم في صلاتنا نذكر أولاً شهداء هذه الأرض وشهداء دولنا جميعاً. نعتبر احتفالنا صلاةً واجتماعاً من أجلهم. نشكر بصلاتنا جلالة الملك وسياسته المعتدلة والجامعة. هذا البلد المضياف قدم لنا الكثير، ونحن بعملنا ورسالتنا نرد الجميل. إخوتي وأخواتي وأصحاب السيادة والأفاضل الكرام، اليوم 100 راهبة سليزيانية تحتفل بيوبيلنا في الشرق، ومعهم آلاف المعاونين والمربين السليزيان في شرقنا متحدين معنا، كما أكثر من 13,000 راهبة عالمياً تشجعنا وتصلي من أجلنا. اليوم نقول لكل شاب وشابة
أنت مشروع قداسة، فلا تخف من حياة العالم ما دمت تتمم واجبك تجاه الله والقريب، وما دام فرح الرب يملأ قلبك. دون بوسكو وماريا ماتزاريلو جعلا القداسة مشروعاً ممكناً لك أيها الشاب، لك أيتها الشابة. دومينيك سافيو هو أول ثمرة قطفت من حديقة دون بوسكو، وتلاها عشرات من القديسين الشباب والرهبان والراهبات والمعاونين العلمانيين. اليوم نقول للمدعوين بين الشباب للحياة الكهنوتية والرهبانية: جميل بيت الرب، إن ألف ليلة لا تساوي ليلة واحدة على عتبة بيت الرب. تعال وانظر، يقول يسوع، إن بيت دون بوسكو وماريا ماتزاريلو كما بيوت جميع الرهبانيات والأبرشيات الحاضرة بيننا هو بيتك. تعال نعمل معا وكن بيننا شابا وشابة من أجل الشباب. بركة يسوع من خلالكم آبائنا تحل علينا، وليكن ليوبيلنا استحقاقات كثيرة نجدد فيها أنفسنا ونسير مع الشبيبة في دروب القداسة السالزيانية. بعد القداس مباشرة أخواتنا الرهبات بدعو الجميع لحتى نتلاقى في لقاء محبة حول حلوان العيد في قاعة الروضة تحت المسرح، والساعة 7 بيبتدي القسم الثاني من احتفالنا اليوم بأمسية مميزة مع الفنانة اللبنانية كاتيا حرب، بتقودنا من خلالها بطريقة من الفرح لحتى نحتفل بيوبيل 125 وأيضا بعيد العائلة المقدسة. فكل سنة وانتم سالمين وأهلا وسهلا فيكم. الرب معكم، ليكن اسم الرب مباركا. معونتنا باسم الرب صانع السماوات والأرض. إله الصلاح الأزلي الذي بدد ظلمات العالم بتجسد ابنه الوحيد وأنار هذه الأيام بميلاده المجيد، يبعد عنكم ظلمات الفساد ويفعم قلوبكم بنور الفضائل الساطع. آمين. والإله الذي شاء أن ينقل الملائكة إلى الرعاة فرح البشرى العظيم بمولد المسيح، يغمر نفوسكم بهذا الفرح ويجعل منكم رسلاً لإنجيل الخلاص. آمين. والرب المولود الذي جمع تجسده السماء والأرض يمنحكم السلام والإرادة الصالحة ويجعلكم ورثة للكنيسة السماوية. آمين. بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. اذهبوا وعيشوا بسلام المسيح. صفحة 442 442 يا أم الله كنز البركات، عنك الأنبياء أخبروا في البرايا برموز وآيات، فيك تمت الأسرار كمولات النبوات وابتدى الميثاق الجديد.